مبروك 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 عليكم يا شعب مصر، مبروك مبروك يا أهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غالي يا سعودية أسعارنا كلها حنية، زورونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية، السعودية السعودية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات الشركة السعودية للسنة الجديدة. النهاردة جايبين موبايل قوي قوي مع ماركتنا المشهورة اللي احنا الوكلاء الوحيدين ليها في مصر، ماركة جواكسنكي. شاشة جديدة وتليفون عبقري وإمكانياته عالية قوي، والأول مرة في مفاجأة في حلقتنا النهاردة وانفراد من عندنا احنا بس، إمكانية تشغيل التليفون على الشاشه ال LCD. استاذ خميس الباشا اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بكل اعزائنا المشاهدين. حلقه جديده فعلا، منتج قوي جدا جدا جدا، اوبشن جديد جدا جدا جدا. عندي ليكم هديتين في الحلقه دي، علشان كده ادعو حضراتكم لمتابعه الحلقه للنهايه للتعرف على الهدايا اللي معانا. اول تطور عندنا اقدر اتكلم عليه هو الشكل. الشكل عندنا يا جماعه الشاشه كلها تاتش سكرين، الشاشه كلها شاشه باللمس، تقدر من خلال ضغطه واحده على اي مكان في الشاشه تقدر تحقق اللي انت عايزه، اضافه الى ان الحجم نفسه بقى رفيع جدا، سمك الجهاز، سمك الجهاز ومواكب لكل الاشكال اللي هي الجديده العصريه كلها، فيبقى معاك جهاز شكله شيك جدا، شكله عملي جدا، اي حد يشوفه ينبهر بيه. والوان الوانه بقى في اكتر من لون يناسب، لو في حد مثلا حاجه نسائي، لو حاجه رجالي، لو حد بيحب الحاجه الخفيفه، عندنا مجموعه الوان. طيب اعزائنا المشاهدين يلا نطلع حالا نتفرج على مصنع جواكسنكي الرهيب اللي في الصين، بس محدش يتخض من المصنع اللي هيشوفه ده، مصنعنا احنا اللي بنعمل فيه موبايلنا ده. فاصل نطلع نتفرج على المصنع ونرجع تاني، محدش يروح في اي حته. اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده المنظر العام للمصنع، طبعا حجم كبير جدا، قد ايه تقنيه عاليه جدا. على فكره يا جماعه اللي حضراتكم بتشوفوه قدامكم ده درجه حراره عاليه جدا بيعرضوا فيها الموبايل، درجه حراره وتبخير. في بقى تيست تاني، التيست اللي قدام حضراتكم على الشاشه ده بيعملوا حوالي 100,000 ضغطه على كل زرار زي ما حضراتكم شايفين كده. الكواليتي عالي جدا، المصنع جامد جدا، الضمان لمده سنه حاجه اساسيه جدا جدا في الشركه السعوديه النهارده من خلال الوكاله الحصريه لموبايل جواكسنكي. ورجعنا تاني بعد ما رجعنا من الصين، بس رحلتنا كانت بسرعه شويه عشان وقتكم ووقتنا. بعد ما رجعنا المصنع الصيني الجبار يا استاذ خميس، تعالى نتكلم شويه عن التليفون. واحد يبقى فيه كارت ميموري، موبايلنا بيستعد لاستقبال كارت ميموري لغايه 4 جيجا. في حاجه كمان يا جماعه ميزه كويسه جدا في تليفوننا النهارده، الشاشه. كبر الشاشه وحجمها ووضوحها هو اللي هيخلينا نشوف اي حاجه واحنا مرتاحين، اذا كانت صور او فيديو. النهارده احنا نقدر نجيب التليفون بتاعنا ونوصله من خلال الكابل بتاع التليفون اللي بيجي معاه ونشغله على الشاشه بالشكل ده. يعني انت كده لو عندك مناسبه كويسه ممكن تعرضها والناس كلها تتفرج. مظبوط. تصور فرح، تصور مناسبه، اي حاجه، عندك تخرج، يعني اي حاجه ايا كان مقطع فيديو. حضراتكم شايفين وضوح الصوره ده من هنا من على الجهاز بتاعي. عندي كمان حاجه لطيفه جدا احب اوريها لحضراتكم، انا مصور الاطفال عندي صور معينه اقدر ان انا اتفرج عليها كده، بدل ما انت تتفرج عليها على شاشه التليفون تقدر توصل كله يتلم حواليك بقى، كله بقى تتفرج عليه حواليك وعد بدل ما انت ايه وريني وبعدين تاني يقول لك طب وريني وبعدين تاني طب اشوف انا الاول. لا كده خلاص تقدر تتفرج بمنتهى السهوله على كل الصور اللي ممكن تبقى موجوده معاك. لو احنا بصينا كده يا جماعه، لو انا مثلا مهندس استشاري وعندي عميل في المكتب وانا عندي بعض الرسومات، اقدر بمنتهى السهوله افرجه على الرسومات كده، اقول له ده هيكون شكل الفيلا النهائي بتاعك يا محمد ان شاء الله. لما تبقى تاخد الفيلا ده الشكل من الداخل، اقدر بمنتهى السهوله لو انا مهندس استفيد بالمنتج بتاعي، لو انا عندي دكتور وعايز يشرح حاجه كانت معاه ميديكال في اي مؤتمر بره، ممكن اوري العميل بتاعي الدكتور يبقى جنبه شاشه زي دي، وكل اللي على موبايله شاشه يقدر بمنتهى السهوله يعرضه بالشكل ده. بص تقدر تتفرج عليها كده خلاص، انك تتفرج على الشاشه العاديه. شوف زمن الشاشه الصغيره انتهى. الجهاز بتاعنا يا خميس مخصص ان احنا نحط له البنه بتاعه الصب، الصب الموجود في كل البيوت. تمام. فممكن تحط عليه بقى اي حاجه، مقاطع صوت زي ما انت عايز، تحط عليه قران كامل زي ما انت عايز ونسمعه بالشكل ده. هنوصل السماعه كده وهنسمع الصوت من الصب اللي انا هسمعه لك دلوقتي. اتفضل نسمع مقطع الصوت الجميل ده وناخد ارائكم فيه. من اضحك وابكى وامات واحيا واسعد واشقى واوجد وابلى
ورفع وخفض وأعز وأذل، يا من شق البحار وأجرى الأنهار وكور النهار على الليل وكور الليل على النهار، يا من هدى من الضلالة وأنقذ من الجهالة وأنار الأبصار. بعد ما سمعنا الصوت يا جماعة وبالنقاء والوضوح اللي احنا سامعينه ده، استاذ خميس عايز اعرف سعر التليفون كام؟ الجهاز بتاعنا النهارده بنقدمه في انفراد من الشركه السعوديه بسعر، يلا اتصلوا حالا على 33 85 85 85 للحصول على الموبايل اتش 20 بسعر خاص جدا 350 جنيه، والمفاجاه عند حصولك على 2 موبايل ادفع فقط 650 جنيه بدلا من 700 جنيه. اللي بيحبوا يتفرجوا على التلفزيون وهما ماشيين في الشارع او يتابعوا الاحداث او الاخبار، الجهاز بتاعنا مزود بتلفزيون وفي راديو من غير سماعه. الالعاب اللي عندنا هنا مختلفه يا جماعه، الالعاب كلها العاب جافا وتقدر تشغلها على الشاشه كلها بوضوح وتتعامل عليها بشكل عادي جدا جدا. طبعا غير الام بي 3 والام بي 4 والامتدادات بتاعه الصوت اللي بتشتغل بكل سهوله، الام بي 3 والام بي 4 والامتدادات والدخول على الانترنت، يعني هنشوف دلوقتي. لا ده في حاجه اصلا، انا هوريك حاجه، ده مخصصين ايقونه خاصه بالفيسبوك. مظبوط. خلاص الدنيا كلها بقت فيسبوك اصلا. فلازم مزبوط. يبقى موجود العشاق الفيسبوك، الجهاز يقدر تخش منه على الفيسبوك بشكل كويس جدا. انا بتكلم على الخواص الاساسيه، البلوتوث موجوده في جهازنا، الشاشه الكبيره جدا، الشاشه بتاعتنا دي شاشه كبيره غير الشاشه العاديه، سهوله الاستخدام، انك تقدر تشغل الام بي 3 والام بي 4، انه في بنا مخصصه للتوصيل على الصب، قارئ الكتب الالكترونيه. قارئ الكتب الالكترونيه مش اي جهاز تقدر تنزل كتاب من على النت وتقدر تقراه، الجهاز مش هيقراه، لكن في جهازنا هنا تقدر تستخدم قارئ الكتب الالكترونيه، هينزل الجهاز هينزل الكتاب على الجهاز وتقدر تتصفحه. الحقني انا اتسرقت، خاصيه موجوده في الموبايل، كل الموبايل وهيتسرق هيبعت لك رساله يقول لك الحقني انا اتسرقت، امكانيه تتبع التليفون اثناء السرقه. يلا اتصلوا حالا على 33 85 85 85 للحصول على الموبايل اتش 20 بسعر خاص جدا 350 جنيه، والمفاجاه عند حصولك على 2 موبايل ادفع فقط 650 جنيه بدلا من 700 جنيه. الناس اللي لسه امبارح او اول امبارح تقريبا في اعلانات من مرفق الاتصالات نزلت في الصفحه الاولى في الاخبار وفي الاهرام هيقطعوا الشبكه. هنرجع لدي، هنرجع لدي بالراحه، بس بالراحه بالراحه هنرجع للجزئيه دي. اول حاجه بقول للناس، في كتير من الناس دلوقتي مشاكل، فاكرين يا جماعه من فتره لما اتكلمنا على مشكله التليفونات الصيني؟ ما هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه. لا لا انا عايز بس اوضح للناس، انت دخلت من اللحاف على المرفق. بس عايز اقول لك على حاجه، دخلت من اللحاف على المرفق. معظم البرامج دلوقتي لازم كل يبقى الموضوع مش كده. انا بقول المرفق احنا، ما انا هقول لك، هرجع لك للمرفق. طيب لو نرجع يا جماعه من فتره احنا اتكلمنا على موبايلات الصيني لما كانوا بعتوا رسائل للناس يقولوا لهم تليفونك هيتم وقف الخدمه عليه لانه داخل بطريقه غير رسميه او غير شرعيه. من في حلقه سابقه كده هنطلع فاصل نشوفه دلوقتي، كان استاذ خميس كان عامل حاجه كده حوالي نص دقيقه، كنا جايبين بالمستندات والتراخيص اللي معانا والاخبار والحاجات اللي نزلت في الاخبار. نطلع نشوفها، تعال نطلع نشوفها ونسمعها ونشوف ونرجع نعلق عليها تاني، نطلع نبص على المقطع ده ونرجع تاني. المقطع كان قديم شويه يعني من السنه اللي فاتت تقريبا. اتفضل. الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عمل اعلان تحذيري بيحذر اللي معاهم موبايلات صيني مغشوشه انه هيقطع الخدمه عندهم. بعدها بحوالي اسبوع وبتاريخ 2/3 تنظيم الاتصالات شركات المحمول نفذت قرار قطع الخدمه عن الهواتف المخالفه. جميع موديلات جاوكسينك اللي احنا بنعرض عنها حصل على موافقه مرفق الاتصالات. لو حضراتكم شفتوا الاعلان هتلاقوا دي علامه مرفق الاتصالات، نفس العلامه على الشهادات اللي حاصل عليها تليفون جاوكسينكي. ملناش اي علاقه لا من بعيد ولا من قريب بموضوع وقف الخدمه عن التليفونات المغشوشه. بعد يا جماعه ما شفنا التقرير دوت، ده كان من حوالي من السنه اللي فاتت تقريبا لما كان موضوع مرفق الاتصالات. استاذ خميس طبعا تليفوننا ده مرخص ومصرح وكله تمام عشان الموضوع يعني مش هيجي رساله. الجهاز نفسه مكتوب عليه من بره هذا الجهاز معتمد ومصرح من مرفق الاتصالات. مرفق الاتصالات تليفون عبقري، تليفون 2012. مظبوط حاجه؟ لا يا فندم، اشكرك استاذ محمد، اشكر كل عملاء الشركه السعوديه على ثقتكم الغاليه في منتجاتنا، مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده. شكرا لحضراتكم. كان معكم محمد موسى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا اتصلوا حالا على 33 85 85 85 للحصول على الموبايل اتش 20 بسعر خاص جدا 350 جنيه، والمفاجاه عند حصولك على 2 موبايل ادفع فقط 650 جنيه بدلا من 700 جنيه. مبروك 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 عليكم يا شعب مصر، مبروك مبروك يا اهل الهرم ومدينة نصر، يا اسم غالي يا سعودية، اسعارنا كلها حنية،
زورونا بس يا فندية وحترجعوا أحلى هدية من السعودية 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 السعودية, السعودية.